مساء الخير على كل متابعي مشاهدي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان. بنرحب بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الإسكندرية، معكم عبد الرحمن ناصر. ويعني خلينا بنتابع مع حضراتكم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الإسكندرية. يعني اليوم يؤدي في محافظة الإسكندرية عدد كبير من الطلاب، الحقيقة يعني 54,000 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في الإسكندرية في مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية لجميع القسمين الأدبي والعلمي في يومها الأول، حيث يعني انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية منذ يعني الدقائق القليلة الماضية. طبعا ويحصل الطلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 9 أيام، فيما تابع اللواء محمد الشريف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت الموافق 20 من يوليو المقبل. وزي ما انتم شايفين كده انتظار وترقب من اولياء الامور على محيط اللجان طبعا قبل انطلاقها بساعات، ولكن الكل يترقب الكل ينتظر. طبعا اولياء الامور زي ما انتم شايفين كده يفترشون محيط اللجان طبعا خوفا وترقبا. طبعا يعني امتحان الشهاده الثانويه بتبقى ليها اهميه اكتر من امتحان الشهاده الاعداديه والامتحانات الاخرى، لان بتبقى طبعا فيها تعليمات شديده جدا من الوزاره، غير كده بتبقى فيها متابعه جيدا من اولياء الامور وكمان من قبل المدرسين. يعني ربنا يجعلها سهل ان شاء الله على الطلاب ويطلعوا كمان على اكمل وجه. طبعا فيما انهت مديريه التربيه والتعليم الاستعداد كافه الاستعداد النهائيه لاستقبال العمليه الامتحانيه على اكمل وجه ممكن. وزي ما انتم شايفين كده متابعه مشاهده اهل مصر في كل مكان، طبعا تم دلوقتي غلق البيبان، غلق البيبان طبعا لان خلاص بدات امتحانات الشهاده الثانويه وتم غلق اللجان. وزي ما انتم شايفين كده اولياء الامور طبعا بيخرجوا بعيد عن اللجان للعمليه تسير على اكمل وجه ممكن. خلينا نتابع مع حضراتكم، حيث أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية التربية والتعليم هذا وقد أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير التربية والتعليم قد أنهت جميع استعداداتها قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال العملية التعليمية. عايزين نهيئ لهم الجو عشان يعرفوا يحلوا، يلا لاستقبال العملية التعليمية. خلينا بنتابع مع حضراتكم، طبعا زي ما انتم شايفين كده أولياء الأمور ينتظرون طبعا الأولاد زي ما انتم شايفين كده بنتابع مع حضراتكم. قبل يعني طبعا انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية منذ الدقائق القليلة الماضية، وزي ما انتم شايفين تم غلق الأبواب وكمان خروج أولياء الأمور من محيط اللجان طبعا لتسيير العملية الامتحانية على أكمل وجه. هذا وقد كلف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية زي ما شايفين كده يعني الحراسة مشددة في كل حتة هنا في اسكندرية. الحقيقة في كل لجنة وفي كل مدرسة بتلاقي طبعا مديرية الأمن موجودة لمتابعة طبعا العملية الامتحانية بحيث بعدم وجود اي مشاكل او وجود اي حاجات تثير العمليه التعليميه. ايه صحافه واعلام، صحافه واعلام. طيب ماشي اوكي. زي ما انتم شايفين متابعي مشاهدي مصر في كل مكان، طبعا التعليمات مشدده جدا من قبل مديريه التربيه والتعليم والوزاره طبعا يعني في اليوم الاول انطلاق الامتحانات. يعني ربنا يجعله سهلا باذن الله على الطلاب وعلى طبعا الامتحانات. خلينا برضو نتكلم شوية عن توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، حيث وجه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة مناخ طبيعي لدى اللجان. وخلينا زي ما انتم شايفين كده يعني الهدوء يسيطر جدا على محيط اللجان طبعا في يومها الأول. يعني ربنا يجعله سهل بإذن
بإذن الله على طلاب الشهادة الثانوية بمحافظة اسكندرية. 54,000 طالبا يؤدون امتحان شهادة الثانوية، طبعا عدد كبير جدا وربنا يجعله سهل ان شاء الله. طبعا قال الدكتور عربي ابو زيد ان عدد المتقدمين لامتحانات الثانويه العامه بالاسكندريه بلغ عددهم 54,502 طالبا، منهم 17,455 طالب للشعبه الادبيه و 24,080 طالب لشعبه العلوم و 10,000 جريده اهل مصر. هوريك الكلام ده دلوقتي بس خلص. لا وريني كده. طب انت تبع ايه؟ جريده اهل مصر. اهل مصر بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ صحافه واعلام، بنتابع بس سريه الامتحانات بس. لا تعالى لي كده عشان خاطر انت كده تودينا في داهيه. ما تقلقش. طيب لا لا تعالى بره. خلاص تعالى بره، ممنوع الكلام ده اصلا. هوريك الكلام ده. طيب عايز الكلام يا باشا اطلع له بره، ممنوع الكلام ده، انت كده هتودينا في داهيه. طيب لا يا عم اطلع له بره. ماشي اوكي. صعيدي وبتدرب بسرعه. طيب اوكي بقول لك احاول كيف البال الحاجات دي بسرعه. خلاص ماشي. انت بقى حاجه غريبه. ماشي. زي ما انتم شايفين كده تعليمات فرديه جدا على محيط اللجان قبل انطلاقها بعده دقائق. خلينا بنتابع كده من بعيد يعني انطلاقات الامتحانات الثانويه. طبعا تعليمات الجامعه شديده جدا، يعني حتى محيط اللجان مقفول جدا على محيط الشهاده العدائيه. خلينا كده بنتابع مع حضراتكم من بعيد كده العمليات التعليميه. طبعا 54,000 طالبا يؤدون امتحان الشهاده الثانويه وربنا يوفقهم ان شاء الله. طبعا امام 140 لجنه امتحانيه بالادارات التعليميه 9، كما تم تجهيز 34 استراحه للملاحظين والقائمين على العمليه الامتحانيه، منها 25 طبعا من 25 استراحه للرجال و9 استراحات للسيدات. وشدد ابو زيد طبعا على ضروره التعليم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم عبد الرحمن نصر وتركم من الاسكندريه.